السلام عليكم. مرحبا يا شباب. طبعا تلفزيون شرب، بعد زمان ما صلحنا تلفزيون. طبعا هذا التلفزيون شرب مثل ما لكم شايفين، هاي الموديل صنع في مصر. طبعا تلفزيونات الشرب كويسة كده، يعني بالنسبة لأننا نحن كصناعة هاي كويسة. طبعا عم نشغل مثل ما لكم شايفين، هاي جهاز التحكم. عم بيغمز اللد. تمام شباب، هاي البورد وهي اللوحة، كلن بدنا نفحص ونشوف من شو العذر ومنكافيكم بالفيديو الثاني. واخوكم ابو منير. تمام شباب، هاي صورة اللوحة وهي صورة التلفزيون. تابعوا معنا، على كل رح اوقف الفيديو واشوف من شو العطل ومن شو هالتغميزة هاي وليهيك عم بيصير. تمام شباب، طبعا اللي بيحب موضوع التلفزيونات يتابع، تابعوا معنا اصدقائي. طبعا هاي التلفزيون جاهز اصدقائي، طبعا هون مثل ما انا شايفين هذا تنظيم خمسة فولت. تمام، المهم تابعنا هون، هون بيجي تقريبا ما يعادل مثل ما لكم شايفين 14 فولت. هون التنظيم اللي راكب ما بيعطي الخمسة فولت، شايفين. المهم ركبنا تنظيم 5 فولت مثل ما لكم شايفين، غزينا على الناخب، هون مكتوب 5 فولت. بالتابع بيطلع من التنظيم ما بيخرج، عم بيدخل له 12 بس ما بيخرج. ما تأمن معي من هذا التنظيم قبل 4 رجلين، طبقت له واحد أو 3 رجلين. تمام، بيدخل له 12 فولت مثل ما لكم شايفين، السلك طالع من هون بيدخل له 12، بيغذي 5 على الناخب، وهي خط الأرضي الشاصي. وهي اللد الأحمر شغال 100%. وأهلا وسهلا بالشباب، أخوكم أبو منير، نتمنى الإفادة للجميع. طبعا تلفزيون شرب 21 بوصة، لمبة كانت عم بتغمز. تمام، والسلام عليكم.